حصاد الجنوب، أهلا بكم. وفي ذات السياق، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء قراراً بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية، وقضى القرار الصادر برقم 13 للعام الجاري بسريانه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم المدير الإقليمي لشركة جيانغسو الصينية في إفريقيا واليمن، وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع العام بالجنوب في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي، حيث أكد اللواء بن بريك حرص رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على تثبيت الأمن والاستقرار والنهوض بعجلة التنمية والاستثمار وإعادة إعمار ما خلفته الحرب، وكذا استقطاب الشركات الدولية لأجل إقامة مشاريعها الاقتصادية. هذا وأكد اللواء بن بريك على عمق العلاقة التاريخية مع الصين والتي أسهمت في تطوير ودعم عدد من المشاريع الخدمية والحد من نسبة البطالة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.